تعلم مع بعض الصيف ده ازاي نحسن خطنا. مين وهو صغير كانت بتتكتب له الكلمة دي في الكراسة وكانت بتضايقه؟ ازاي نكتب بخط كويس بالقلم الجاف او القلم الرصاص؟ هنتعلم مع بعض خطين، خط النسخ. ادي حرف الالف بيبقى عريض، الميزان بتاعه 5 نقط، قلنا في اخطاء احنا بنقع فيها لو صلحناها خطنا هيبقى كويس. لازم وانا بكتب حرف الجيم اطلع وانزل كده، وخط الرقعه هنلاقي في الرقعه برضه حرف الب طوله طول حرف الالف بتاعه. هنتعلم ازاي نكتبهم بالحروف وازاي هنشددهم لغايه لما ان شاء الله هنكون مع بعض جمل. وحرف الجيم مهم جدا معايا في خط الرقعه، تستنونا وتتابعونا وتنضموا معانا على طول.